لن ترفع أوامر الدفاع دكتور؟ لن ترفع أوامر الدفاع طالما أن حالة الوباء لا تزال قائمة، ولن ترفع أوامر الدفاع المتعلقة تفصيليا المبنية على قانون الدفاع والمتعلقة تفصيليا بهذه الأمور قبل أن تنتظم العملية التشريعية التي التحسينات التشريعية المجسدة حاليا في مشروعي قانون التنفيذ ومشروع قانون العقوبات المودعين لدى مجلس الأمة واللذين يعالجين بشكل فاعل مباشرة وبشكل متدرج أيضا ومتوازن يضمن المصالح العامة على 3 سنوات. مسألة حبس المدين، قطاع النقل، كان بيكتب لي صلاح، كأنه صلاح اللوزي صديقنا ومجموعة كبيرة بيبعثوا لي عن موضوع قطاع النقل. قانون النقل 2007 الذي وضع لتنظيم عملية النقل لم يفعل حتى الآن، بيحكوا عن 20% المخصصات للصندوق. نعم، والإشارة طبعا أنه النقل تحديدا بيقول طبعا لابد من تفعيل صندوق دعم النقل العام الوارد صندوق قدرت أنا بالضبط تنظيم نقل الركاب، خصوصا أنه سيدنا دخل في موضوع النقل تحديدا مرات عديدة. سيدنا تدخل في موضوع النقل انطلاقا من أنه يجب أن تؤسس أنت لنقل عام ونقل ذكي حضاري، ويجب أن تؤسس أيضا لأن تكون أنت مركز تقاطع فيما يتعلق بالنقل الإقليمي وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الربط السككي. نعم، وقطاع النقل فقط لأعرج على نقطة أساسية، أحد القطاعات التي تضررت على فكرة كثيرا بسبب الظروف التي مرت ولا تزال تمر بها بعض دول جوارنا، وكان يعمل عليها قطاع النقل وخصوصا قطاع الشاحنات بنشاط، وهذه نوافذ وبوابات مع الأسف أغلقت وانسدت بوجههم، واليوم تصدير إلى سوريا باتجاه الشمال الأوروبي غير موجود، السوق العراقي لا تزال هناك آليات وقيود على دخول الشاحنات له، فهناك آفاق مسدودة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتحسن الأوضاع لتعود إليه. ولكن فيما يتعلق بموضوع الربط السككي، الأمل معقود الآن ونحن في المراحل النهائية لتوقيع مذكرة التفاهم مع صندوق الاستثمارات السعودية لاستكمال دراساته المتعلقة بمد سكة حديد من العقبة إلى المضونة، وأعتقد بأنه مذكرة التفاهم هذه ستعرض خلال أيام على مجلس الوزراء بإذن الله. وأنت تحدثت في مقدمتك التي رأيتها عندما كنت أتشرف بشرب القهوة في الخارج قبل أن ندخل إلى الباص السريع. طيب الحمد لله نحن أنجزنا مسار شغل للباص السريع، والمسار الثاني في عمان للباص السريع المفروض أن يشغل بعد خلال عمر طويل خلال شهر القادم. بعد عمر طويل، ولكن يعني أنا فيما يتعلق بوصولي أنا للحكومة شغل بعد وصولي بسنة للحكومة. أنا بحكيش بس والمسار الثاني بإذن الله بأنه كان متوقع أن يعمل الشهر الماضي، صار تأخير تعاقدي على بعض القضايا مع المقاولين، لكن بإذن الله سيعمل خلال شهرين المسار الثاني، والعام القادم بإذن الله ستنجز على الأقل المحطات الرئيسية الرابطة له على مسار عمان الزرقاء، ونحاول أن نؤمن المخصصات المالية اللازمة لاستكماله، لأنه بكلف تقريبا 80 مليون دولار أمريكي، ليست مرصودة بالكامل في موازنة هذا العام، فبإذن الله نسعى لأن نستكمله العام القادم إن شاء الله، وأن يكون عاملا العام القادم. وبالقطع قطاع النقل قطاع يعاني من إشكاليات ولا بد من تفعيله. قطاع النقل هو أحد القطاعات وخاصة في المدن، النقل الحضري داخل المدن هو قطاع يحتاج إلى أن توفر له بيئة جاذبة، لأنه إجمالاً القواعد الربحية فيه والأفاق الربحية فيه للمشغل الخاص محدودة، فلا بد أن توفر له دعم حكومي من نوع ما ومن نمط ما. وتأخر كثيراً تنفيذه لأسباب متعددة من ضمنها جائحة كورونا، قبل ذلك نموذج لم نوفق فيه في محاولة تصديره لمحافظة إربد ومحافظة جرش قبل 4 أو 5 سنوات، ولكن الآن بإذن الله نأمل بأن نستطيع أن نحقق شيء جديد فيما يتعلق بهذا النقل وفيما يتعلق بالربط السككي إن شاء الله.